ما في حدا براسي أن يكون بالهيبة، أكيد بتجوز. أنا بدي أشكركم على تواجدكم معنا على طول. عم تجمعك المسلسلات بأهم الأسماء من الممثلين، على مين عينك بعد تمثلي؟ هيدا حكينا تحت الهواء. كلهم بحبهم، يعني ما في حدا براسي، يعني بعتبر حالي محظوظة أنه عن جد عم بشتغل مع أهم الأسماء بالوطن العربي. ما عندي مشكلة عيد تكرار مع كمان اجا كرر تجربة مع كل يلي اشتغلت معهم سابقا، صراحة كلهم مميزين. أي أعمال بتعطيك شهرة أكتر، الفيلم، المسلسل أو الفيديو كليب؟ في السينما له جمهوره، المسلسل له جمهوره الخاص، والكليب حسب قديش ضارب كمان له جمهوره. بس أنا بتذكر لما عملت كليب مع أدهم نابلسي كتير نجح، فكلهم صراحة. فيلم الهيبة بتعتبريه بلس؟ أكيد طبعا، أكيد أكيد بلس، يعني نقطة بعتبرها كتير مهمة بحياتي أن يكون بالهيبة أوريدي، وأني ختمت كل شيء بفيلم سينما، وأنه الفيلم رجعني على كمان رجعني على السينما اللي هي غرامي. بعتبر حالي محظوظة أنه على الشاشة الكبيرة وفي قدام تيم حسن، يعني كل عوامله بالنسبة لي حلوة. اللي عم بتابعك بصالون زهرة نبض صار عالي، خبريني كيف الناس عم بتقبلك بالكاركتر الجديد؟ عجريك دا عجازة يا حمارة، اوعي اعمل ايدك حاسه لعبي في هيك بقى. بصي معقول كون ماتت؟ وين هو الضراء يا حبيبه؟ عم بيقولوا لي ليش هيك، يعني في مش انتقاد، في عتب من انه ليه صايره هيك، بس انه عم بيضحكوا بنفس الوقت. بالنهايه انه هو عمل كوميدي يعني، بس تفاعل الناس كثير بضحك صراحه وكثير حلو. انه يا رشا ليه عم تعيط على زهره؟ يا رشا ليش مهسره؟ يا رشا خف شوي على زيكو. خصوصي انه عم تحتدم انت ونادين نسيب نجام، عم بفكروا يمكن الناس انه عن جد عم بتصير الخلافات بيناتكم. لا، انا ونادين مثل شو بيقولوا السمنه على العسل. بالعكس، في متعه لما تكون شخص هالقد تحبه بالحياه، انك تكون عم تتناقر معه بالتصوير والكواليس شيء ثاني. نحن على الكات بنفرض ضحك، يعني بكون انا عم بعطيها نظره وهي عم تطلع فيه نظره على الكات، دغري بنضحك. ما بنقدر نكون هالقد جائرين بعض، عرفت؟ فبصراحة أنا شايفة هالشي كتير ممتع، يعني كان أجواء الكواليس حلوة، إنه خلص تعودنا إنه زينة ونادين على طول متفاهمين، وعلى طول رشا بتحب زهرة. حلو بالجزء الثاني نشوف شيء مختلف بين شخصيتين تحت يعني بالكواليس كتير متفقين، عم نضحك كل الوقت على الشخصيات. Pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan Le menso bies que el jamal. Ya no soy ni bies que شكوبي، طفل الصغير يلي بيكون معك بالفيلم، اعطاك هيك شعور من الامومه؟ يقبرني، ايه صراحه، ايه كثير كثير. كنت على الكاميرا، واقف كاميرا ضل بايدي، طفل بجنن الله يحميه. وايه صراحه حمسني كثير لامه، بتعرفي شو رح اخطفه؟ او اطلع فيه لهم عن جد صار على بالي جيب بيبي، بس يكون مثل شكوبي هيك، يعني بهالرواق وهالقد هني. رجعت تتزوجي بال 2023؟ لا، الله اعلم امتى بدي اتجوز. ايه اكيد بتجوز. هلا 2023 2030 ما حدا بيعرف، يعني بس انه اعبالي اعبالي يكون عندي بيب. هلا بدي اكون مهسره، ما حدا بيعرف اذا هالقد ما بعرف. بدي اكون عريس بيحمل، بدي اكون لا ما بعزبه كثير، حسب الهرمونات كيف تلعب. زين، نحن بنتمنى لك كل التوفيق. كلمه اخيره لوان تي في وام تي في، شو بتقولي؟ انا بدي اشكركم على تواجدكم معنا على طول، وبدي اشكرك لك، وتابعوا اعمالي على وان تي في وعلى ام تي في. ثانك يو سو ماتش.